نعود مع هذه الحلقة من يسقط حكم الفاسد في موسمه الثالث تحت عنوان وينتر إزهير العاصفة هنا، ومعي الزميل هادي الأمين عالم دار يلي راح يفتح لنا ملف البواخر والسمسرة صفقة البواخر والسمسرات على مصراعيه بالمستندات والتسجيلات، يعني اللي كنتوا تسمعوا همسا ولمزا ومش عارف شو راح تشوفوه بالمستندات والتسجيلات، وقال من هلا عبالكم راح يطلعوا ويسخفوا بالقصة ويقولوا لكم كاني ماني حبك رماني، بس بالآخر انتوا حكموا. تفضل سيد هادي. صنبهار كورال كروب. شو هادي انا ما يسقط حكم الفاسد. يسقط. موضوعنا اليوم رياض هو دفع عمولات في عقد استئجار البواخر من قبل وكيل شركة كارادينيز في لبنان من خلال عقود وهمية لشركات وهمية تم يعني ضبطها بالقضاء، يعني مخبية بأدراج القضاء اللبناني هذه الملفات. هذه لافتة في قاضي بس يكون مستحب شي شغلة أو خايفين من شغلة بخبيها مش ضرورة عنده. مسحوب الملف لأنه وقدرنا نتصيد بعض المستندات من هذا الملف. شذرات. اليوم رياض بدنا نحكي مين هن الأشخاص المتورطون في هذه القضية. من يغطيهم سياسيا. ما هي يعني الطرق التي اعتمدوها من أجل دفع هذه العمولة عبر شركات وهمية. من تدخل في الموضوع مؤخرا للدخول على خط الوساطة من أجل تأمين دفع هذه الأموال لقاء عمولة، وما علاقة حزب الله في الموضوع؟ أسئلة عنا كتير إجابات عنا، وفي أسئلة لازم المعنيين يجاوبونا عنا، ونتمنى يعني إذا عم يتابعونا اللي عنده أي توضيح أو رد يتواصل يعني معنا مباشر، ما يقول يعني هوانا مفتوح للجميع. خلونا نبلش دغري بالدسم لأنه الناس ما بدها تسمع شوية حكي، بس حكي عسيت كتير أنا على البور. البور طبعا. أنت معرفت بالنيترات طبعا؟ ايه عجبك؟ عجبك بتجوجل بتكبس جوجل، قلت له وين في نيترات أمونيوم بدلة؟ شباب مشولنا LVO1 تعهد، هيدا تعهد بعد شوي حنتطرق له، وقعته شركة كارادينيز التركية بإمضاء يعني صاحبها أورهان كارادينيز، بيتعهد أنه في حال تبين ثبوت أي سمسارات أو عمولات في هذا الملف قبل أو بعد العقد تدفع الشركة للدولة 25 مليون دولار في حال تم يعني تثبيت هذا الأمر في القضاء. مش إذا بالضرورة هني دافعينا، ممكن يكون وكيلهم دفع، هني أو وكلاءهم أو الموظفين. لا أي حدا بالدولة اللبنانية معني بهذا الملف. حنشوف الـ LVO الثاني اللي هو العقد الوهمي اللي حنتطرق له بتفاصيله أكثر، هو بين السيد فاضل رعد ورالف فيصل وكيل شركة كارادينيز. يعني هلا ما حنفوت بتفاصيل، نحن حنقول انه في عقد بفرجي هون بانه عم بيجي يقول له في عموله 0.08 سنت عن كل كيلو وات ساعه، يعني هلا هون الامانه خلينا نحطها بتنا هون، عم بيقول له في اتعاب عندك اتعاب هالقد، وهلا رح نقول لكم ليش هيدا الشيء كان بالنسبه لنا يعني شو بسموه ارتياب المشروع، مش المشروع هذا المشروع يعني اكس لارج طبعا، يلي شو رح نشوفه هلا بعدين لنرجع نخلص معه، بس احنا هلا عم نحط لكم اياه للمستند بس لا يعني شو بيقولوا طعم لنشد انتباهكم، مش عم نحكي مش طالعين نسولف ونحكي ونقول فلان قبض وفلان مش عارف شو، لا 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 نحن جايين نحكي بالمستندات وبالوقائع بالركون الى الادله والوثائق والتسجيلات والمواجهات مع اصحاب العلاقه واصحاب مواجهات مع اصحاب العلاقه. طيب باختصار قبل ما نبلش باول فيديو، بال2012 وقعت الدوله اللبنانيه عقد مع شركه كارادينيز التركيه، كان بوقتها جبران باسيل وزير للطاقه، وكانت الحكومه برئاسه تمام سلام، وايضا كان وزير المال محمد الصفدي انا ذاك، لانه هو الثلاثه كانوا مشاركين بتوقيع هذا العقد. وقتها عمل مؤتمر صحفي، طلع الوزير جبران باسيل حكي للبنانيين عن التعهد اللي وقعوا أورهان كارادينيز. خلونا نشوف فيديو 1. هذا العقد متضمن كمان الاكت اوف
انتي كوربشن بعتقد، ما بعرف شو يعني فصل عن الفساد مثل ما هو شيء طبيعي بكل دول العالم وبلبنان خاصة واضح ومحدد، انما نحن طلبنا والشركة تجاوبت مشكورة مع طلب إضافي أمنا فيه من بعد ما وافق مجلس الوزراء على العقد، وأكيد رح نضمه الملف ونعلم مجلس الوزراء فيه، هو تعهد من الشركة أنه أي مساعدة أو مبلغ هي قدمته أو مباشرة أو عبر العاملين معه إن كان وكيلة أو عاملين آخرين لأي شخص بالدولة اللبنانية، الوزير، الوزارة، مساعد، مسؤول بالحكومة بالدولة سمح هيدا الشيء وسهل أو كان بشكل رشوة للحصول على هيدا العقد، الشركة بتدفع بند جزائي 25 مليون دولار. هكذا أعلن رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل إضافة بند يتعلق بالفساد في عقد استئجار بواخر الكهرباء بين شركة كارادونيز التركية والدولة اللبنانية ممثلة في وزير الطاقة، وهو عبارة عن بند جزائي في حال تبين وجود عمولات أو سمسارات لإمرار هذه الصفقة. ما يرتبه كمان إضافة لهالشيء القضاء اللبناني من عقوبات أخرى وتكاليف إضافية. طبعاً هيدا الشيء ما بيطال العمول الشرعية يلي بيتقاضاها العميل الوكيل الشرعي للشركة اللي هو شركة الأستاذ سمير دومت بمنع عن هيدا الشيء. ينص التعهد المرفق بالعقد والموقع من صاحب الشركة أورهان كارادونيس أن الشركة تتعهد وتضمن أنها لم تعترض لا هي ولا أي من مديريها وممثليها وموظفيها، ولم تعطي ولم تتعهد بالدفع للتأثير على أي موظف في الدولة يشارك في صنع القرار من أجل توقيع هذا العقد. وفي حال ثبوت خرق لخطاب هذا التعهد تدفع الشركة 25 مليون دولار إلى الدولة اللبنانية كضرر عقوبة متفق عليها مسبقا. أي مساعدة أو رشوة مثل ما قلت تم قبل العقد أو بعده للحصول على هيدا العقد بطال هيدا الأمر، وهيدا إجا بتعهد تقدم فيه أحديا من جانبه الشركة التركية كارادينيس. فات القيمون على صفقة استئجار البواخر التركية أن خلافاً قد يقع بينهم بمرور السنوات من شأنه فتح السمسرات في هذا العقد الذي لطالما سمعنا أنه مفصل على قياس الشركة التركية بحياكة السياسيين اللبنانيين، وهو ما سنكشفه الليلة لنضع المعنيين تحت طائلة المسؤولية. إذن هذه هون عم نشوف جبران باسيل بصرف النظر عن صحة ادعائه أنه هو اللي فوت البند، إحنا معلوماتنا أنه الرئيس نجيب مئاتي عفوا مش تمام سلام سقطت تمام سلام، هو اللي معلومات بتقول أنه هو اللي أضاف البند على يحس في شيء مش ولا بد، وهو الوزير جبران باسيل هون بيقول أنه البند نزاد من بعد توقيع العقد ومن بعد إقرار الموضوع بمجلس الوزراء، يعني وكان بيطلب من الرئيس نجيب مئاتي لأنه كان شايف في علامات استفهام كبيرة. عم طبعا أنا مش قصدنا نقول أنه عنه ملاك لنجيب مئاتي، بس يبدو ما قالوش على بنقول اللي قلنا ولا علينا بوقتها بالتعهد اللي شفناه هلا. وإذا فينا نرجع نشوفه هو الـ LVO1 شباب، بتقول الشركة بشكل واضح يعني إذا أي حدا من وكلائها أو مديريها أو العاملين فيها دفع يعني تبين أنه دفع عمولي لأي موظف في الدولة اللبنانية أو أي حدا متصل بهذا الموضوع تدفع الشركة 25 مليون دولار بند جزائي في حال ثبت الأمر في القضاء، وطبعا زايدين أنه لازم يكون في تحكيم بهذا الموضوع. هلأ اللي نحن كشفناه اللي لقطناه هو عقد عامله رالف فيصل. رالف فيصل هو ابن شقيقة
سمير دومت اللي هو نائب رئيس سيار المستقبل سابقا ونائب المهندسين سابقا، وهو ممثل الشركة في لبنان كما أعلن الوزير جبران باسيل، لأنه عليها لغط يعني بجربوا. وهلا حنشوف بالمستندات الشركة أوقات بتتنصل من وكلائها بس يرتكبوا أي جرم لا تتهرب من مسؤوليتها. احنا يمكن ما لنا علاقة بشو الكردينيز الأساسية شو عملت، يعني احنا عم نناقش بالسمسرة اللي اندفعت داخل لبنان من وكيلة بلبنان، علم الشركة مش علم هذا القضاء بده يحدده 100%. نحن ما عم ندعي هذا الشيء. لافت أيضا رياض أنه الوزير جبران باسيل اللي كان على توقيع العقد، بس لا أعرف رأف فيصل شو ارتباطاته السياسية، مقرب جدا من الوزير جبران باسيل، وسمير دومت هو نائب رئيس تيار المستقبل مقرب من الرئيس سعد الحريري. وهلأ حنتطرق لموضوع الرئيس مئاتي والوزير الصفدي شو الربط وليش في عمولات وسمسرات بهذا الملف. بس اللافت جدا أنه كان الوزير جبران باسيل من قبل ما سلم حقيبة الطاقة كان ضد البواخر وكان عنده موقف. خلينا نشوف، خلينا أحسن ما نحكي، خلينا نحضر الفيديو. ليش قديه عم يجينا عروض هلا تنجيب بواخر بالبحر نوقفها وناخذ منها كهرباء؟ شو المعنى؟ إذا بتعطي الناس 24 على 24 شو المعنى؟ في كلفة على الخزينة. نعم. لا هيدا مش حل، هيدا بكون عملت كذبة على الشعب اللبناني. لا بتقول حل مقر. لا يعني فيها تكون خطة وقتية لا حتى كانت خلصت اللي مش خطة. هذا موقف الوزير جبران باسيل تجاه موضوع استئجار البواخر قبل تولي حقيبة الطاقة، معتبراً أن هذا الحل هو كذبة على اللبنانيين ووصفه بالمسخرة. إلا أن الأمر تغير بعد دخوله الطاقة من بوابة البواخر التركية. هيدي مخرج. هاي بكرة نعمل كونترا منجيب نوقفهم ينبسطوا الناس أنه هاي وقفنا بواخر مش بدنا كهرباء. أنا ما بعرف أكذب على الناس. التناقض بين مواقف باسيل وحده تضع علامات استفهام على الأسباب الموجبة التي دفعت إلى التوقيع على ما سماه كذبة، وهي ما لاقت انتقادات من مختلف التيارات السياسية التي انتقدت بدورها هذا الحل المؤقت. قبل ما كان فينا نضغط ونصر لأنه كان الحق علينا، هلأ الأموال تحولت وبالتالي نتأمل أنه البواخر تيجي قبل هالوقت هيدا اللي محدد بالعقد. نحكي كلفة على 5 سنين أجار الباخرتين يلي كانوا معروضين كان الكلفة تبعها 1,800,000,000 دولار. أنا عم بسأل سؤال، إذا كلفة الميجاوات هو 1,000,000 دولار، إذا بنعمر معمل 800 ميجاوات لازم يكلفنا 800,000,000 دولار. إذا بنشتري نعمره، كيف نحن اليوم عم نستأجر هات 800 ميجاوات ب1,800,000,000 دولار أجار على 5 سنين؟ في حدا يجاوبنا على هذا السؤال؟ المسؤولية الأساسية على سعد الحريري وفي سمسار وسمير دومت، اللي هو سمير دومت اللي عامل كل، هو الشخصية المخفية بهذا الموضوع ما حدا بيجيب سيرته، بالإضافة لأنه كله بيذهب باتجاه وزارة الطاقة. المسؤول عن هذا الموضوع موضوع البواخر سمير دومت وسعد الحريري ضمن رأي شروط صفقة الرئاسة كان عنده موضوع البواخر، هو شرط من شروط الصفقة كان. المواقف في هذه الصفقة تخللها كثير من الحديث عن سمسرات وعمولات دفعت يمينا وشمالا، إلا أن الكلام الذي بقي اتهاما سياسيا وثقته وحدة التحقيقات الاستقصائية بعد نشوب خلاف بين الشركاء المتنازعين. إذن هذه هون مثل ما سمعنا كيف كان موقف الوزير جبران باسيل قبل ما يكون بالطاقة وكيف تحول، صار يعني اللي كان مسخرة وكذبة على اللبنانيين وأسهل شيء نعمله صار هو الحل، يعني وضمن خطة ما تنفذ منها الخطة إلا صفقة البواخر، يعني إلا هيدي السمسرة اللي حنكشفها الليلة اللي ماشي بعقد بلش 3 سنوات مدة 2 سنين خلافا للقانون لأنه ما أخذ موافقة مجلس وزراء، ومن ثم مدة 3 سنوات. يعني هذا العقد اللي وقعته الدولة ب 400 مليون دولار وقتها لباخرتين 270 كيلووات، سعر الباخرتين بحسب جميع الدراسات وجميع المعنيين بالملف أقل من كلفة استئجارهم لهالثلاث سنوات،
وهون يعني اذا بدنا نقول مربط الفرز ماشي يعني بس احنا هي بس عم هذا عم نقول وين الارتياب المشروع مشروع. بس احنا هون بدنا نفوت قبل شيء بس خلينا نوضح هون شغله انه مثلا هذه مقابله قديمه للوزير السابق وام وهاب من تحقيق سابق كنا عملناه بس وقت هذا البارت ما حطيناه هلا احنا عم نحط بس لنقول شو عم بينحكى انه في عمولات مش بالضروره نكون نحن عم نتبنى مضمون ما يقول نحن اللي بنتبناه واللي بنتمسك فيه هو يلي موثق عنا بالادله شو في عمولات هلا بعدين مين في سياسيين اخذوا عمولات ببين اللي عم يحكي الوزير السابق وام وهاب هون عم يحكي عن صفقه البواخر اللي كانت عم تنعمل بال2017 اللي هي تكمله للصفقه اللي بلشت قبل لاستقدام 850 ميجا وات كانت هالمرة وأكيد العمولة حتكون أكبر بكتير بهالحالة. خلينا نشوف الفيديو الثالث عن الحكومة. في عهد حكومة الرئيس السابق نجيب ميقاتي قرر مجلس الوزراء توقيع عقد استئجار البواخر مع شركة كارادونيز التركية لاستئجار 270 كيلو واطا بقيمة تصل إلى نحو 350 مليون دولار لمدة 3 سنوات وهو مشروع كان قد بدأه تيار المستقبل وعرضه باسيل في مقابلته الشهيرة على شاشة الأو تي في هيدي مخرج بكرة نعمل كوترة مجيب نوقفه بينبسطوا الناس انه هاي وقفنا بواخر مش بدنا كهرباء لشركة كارادونيز التركية ممثلان في لبنان نائب رئيس طيار المستقبل سمير دومت وابن شقيقه رالف فيصل المقرب إلى الوزير جبران باسيل شخصيا مهمة هذين الرجلين تمثلت في التواصل مع وزارة الطاقة وباسيل تحديدا ولكن إمرار هذه الصفقة كان يحتاج إلى موافقة مجلس الوزراء وهنا مربط الفرس وهنا مربط الفرس خلينا نشوف الرياض العقود اللي وقعت مش هو أخي أنا برأيي ما نسميها عقود نسميها اتفاقية يعني عقود يعني بشكل قانوني إيه هلا هو هذا اللي ما نشوفه إنه اتفاقيات التي وقعت نشوف التعهدات اللي انعملت اللي هي بين رالف فيصل وفاضل رعد فاضل رعد سيد فاضل رعد بيقول هذا التعهد هذا التعهد مشروط بتوقيع العقد مع الشركة وبيقول أول واحد في حال تم توقيع وضح شغل العالم هون بس وقفوا بس بليز بس وضح شغل ضروري العالم نحن عم نحكي هون عن اتفاقية بين رالف فيصل اللي هو ممثل يعني موجود بشركة اللي هي ممثل لشركة كارادينيز والسيد فاضل رعد عم نحكي عن اتفاقية بوقتها هون بهذا التاريخ كانت قبل توقيع العقد قبل توقيع العقد اول اتفاقيه وقبل حتى ما يكون في اذا مش غلطان الشركه نفسها اللي هي ممثل الشركه اسست بعد توقيع العقد وهلا حنشوفهم هون شركه الممثله لكارادونيز شركه بممثلتها في لبنان هون يعني بس خليها تكون واضحه انه هذه الاتفاقيه عم تنعمل على خلفيه إلى علاقه بالباخره قبل يعني ما يتوقع العقد قبل ما يتوقع العقد وقبل ما تكون الشركه موجوده الممثل تبع شركه كارادونيز بالهواء بس هلا رح شوف انه بالهواء اكثر يعني قد ما علينا بالهواء كنا نحن عم مش بقول بالانجلش كاسلز ان ذا سكاي يعني انه قصور في الهواء بواخر في الهواء هون فهيدي العقود او التعهدات اللي انعملت بوقتها بلشت باول واحد مش كلها على فكره في جزء منها سوري قطشتكم بس في منها قبل الاتفاقيه ورجع في منها لحقت الاتفاقيه لانه صار يعدل هو هلا بنشرح حنشوف بهول المستندات اللي عم نعرضهم بتبلش باول 0.8 سنت على كل كيلو وات ساعه يرجع بيصير المبلغ مقابل خدمات استشارية بس خدمات استشارية حنفصلهم نرجع حنفصلهم. رياض ايه. انت بتستعجل تحرق المرأة لا بس للعالم لانه عم بيسألوا العالم لشو هيدي مقابل خدمات استشارية وهي مشروطة بتوقيع العقد اول وحدة قبل 31/5/2012 العقد توقع بشهر 7/2012 فبيقوموا بيعملوا وحدة تانية بتكون 0.8 سنت بتصير 5,650,000 دولار مقابل خدمات استشارية نرجع منشوف وحدة بتاريخ لاحق ب28/4 كمان ب3,500,000 دولار نرجع منشوف وحدة ب3,100,000 دولار وبتم الخلاف بين وكيل الشركة وفاضل رعد هون بعد رياض ما قلنا مين
فاضل رعد. فاضل رعد هو شخص ميجا وات مش كيلو، احنا قلنا كيلو وات، ميجا وات كيلو وات ساعة. مهم مهم كيلو وات ساعة بالسنة. الاتفاقية كيلو وات البواخر 270 ميجا وات. ميجا وات اوكي. خلينا نشوف الفيديو الرابع من بعد ما نشب خلاف بين رالف فيصل وفاضل رعد، وين راحت الامور بالقضاء. هون صار في خلاف اذا دفعوا لبعض ولا لا. ها مددت صفقة البواخر غير مرة على الرغم من المخالفات الكثيرة التي ارتكبت في أثناء استقدامها، وهذا ما ظهر في تقرير التفتيش المركزي، إلا أن متابعة القضية في الكواليس أظهرت وجود دعوى قضائية مرفوعة على الشركة التركية وعلى وكيلها رالف فيصل، أما المدعي فهو فاضل رعد. إذ أن رعد ادعى على فيصل وشركة كرادونيز وطلبهما بدفع حصته كاملة أي مستحقاته، وأتى الرد من وكيل الشركة أن فيصل لا يمثله ولم تكلفه التوقيع عنها، وهو أمر مغاير للواقع إذ يظهر رالف فيصل متحدثا باسم الشركة في غير جولة للإعلاميين على الباخرة. نحن منا معنيين بهذا الموضوع، عم بيصير في هذا السجال، ما يعني ما عم بكون له علاقة بالتنفيذ فعلا بقدرة الشركات بالتنفيذ على الأرض. فيهم يرجعوا للأشياء اللي عملناها، للتاريخ اللي عملناه من 4 سنين ونص بالفترة السابقة، 4 أو 5 سنين السابقة بلبنان، وإذا حدا في عنده إشكال على تجربتنا بليز خلي يقوله هلا. مقابلات فيصل وإطلالاته تنفي ادعاءات الشركة، في حين أتى رد وكيل رالف فيصل بأن موكله دفع أموالا غير مستحقة لرعد وطالبه بإعادتها، ووجه محامي فيصل إلى رعد كتابا يحذره فيه من نشر أو استعمال أي من أسرار العلاقة التي تربط بينهما، واضعا تهديده القانوني بالصيغة وقد أعذر من أنذر، ليكون هذا المستند الموقع من فيصل مناقضا للتعهد الموقع في العقد، وهو ما يرتب على الشركة التعويض $25 مليون على الدولة اللبنانية. وقد أعذر من أنذر. أعذر من أنذر اللي هي بس إنه بلشوا إنه عم بيهددوا. عم يهددوا هلا حنشوف المراسلات بالقضاء والشام. ريحة ابتزاز أنا، يا بتدفع لي مصرياتي ولا بطلع بحكي. بعد الابتزاز جاي أكتر بالتسجيلات. يا بتدفع لي مصرياتي يا أما شو بكشف التسجيلات يلي حاكيني فيها أنت مين قابض عمولاتي من السياسيين. لا عم شوق العالم. رياض بال 2017 آخر ورقة كانت بالاتفاق هي $3,100,000. هلا سياق الاتفاقات الموقعة بتدل انه في مبلغ بتبلش 5,500,000 بيندفع مبلغ، بتنلغى الورقه بينعمل وحده ب 3,500,000 بينعمل وحده بعدها ب 3,100,000 باخر ورقه 3,100,000 اللي وقفت يعني بعدها ما في يعني اخر ورقه وبعدها في براءه ذمه. بالقضاء بتوجه فاضل رعد اللي قلنا هو مقرب من زمان من الرئيس سعد الحريري، مقرب من الرئيس نجيب مئاتي، ومقرب من الرئيس من الوزير محمد الصفدي، وهو هيدا بياخدنا على مطرح انه هيدي الصفقه كانت عم تركب في اطراف فيها اللي هن تيار المستقبل وتيار الوطني الحر بال2012، وكانت الحكومه حكومه الرئيس مئاتي، فكان له دور بالطبخه داخل مجلس الوزراء وباللجنه بصيغه استشاري بيئي، واللي تبين انه لا في استشارات ولا في بيئة. ليش عم نقول بين انه ما في لا بيئة ولا يعني بطيخ مبسمر ولا رز بحليب، واللي بيوضع علامات استفهام اكثر رياض وقتها انه بال2012 وقت وقع العقد وقبل ما يتوقع العقد خلينا نشوف ال في او تبع الوزير جبران باسيل. اوكي. طلب الوزير جبران باسيل وقتها بتاريخ 7/9/2012 يعني بعد توقيع العقد وقبل تاسيس الشركات سلفي، دفعوا سلفي للشركة 22% من قيمة العقد، وهيدي سابقة كانت أنه الدولة عم تدفع سلفي لشركة
هيدا شيء بيطرح كتير علامات استفهام. يعني عم ندفع العمولة من جيبة اللبنانيين؟ هلا تحليل انه عم ندفع عمولة، بس انه هو انت فكرك انه عم ندفع بعد ما كانت اجوا البواخر، ما تسجل، ما انعملت الشركة، ما تأسست الشركة بلبنان، في كان قرار عم بدفع انا 22% من الموازنة. من الموازنة بوقتها كان الوزير جبران باسل، اللي هو بأي تاريخ بس لنشوف اذا بتطابق مع تاريخ الاتفاقيات. هيدا 7/9 العقد توقع بشهر 7 يعني قبل بشهرين. اوكي لا قصدي اذا بتتفق وتتوافق مع تواريخ الاتفاقيه الاولى قبل فاضل رعد. قبل الاتفاقيه الاولى كانت بشهر 5 قبل توقيع، يعني تقريبا يعني قصدي بنفس المده الزمنيه، نفس المرحله، يعني قبل ما يعني تستوي الطبخه، قبل ما يتاسسوا الشركات. وهلا حنشوف انه بنشوف ال في او اللي بعده ال في او الشركات، انه السجل التجاري لشركه كار باور شيب لبنان معمول ب 21/3/2013، يعني تاريخ التأسيس 25/1، تاريخ التسجيل 21/3/2013. في شركة ECS هي لسمير دومت ورالف فيصل، اللي بتعبي الفيول، اللي بتشتغل مع يعني شركتهم اللي مستلمة أعمال كارادونيز. أوكي لا أنا عرفت. أوكي. مسجلة كمان بتاريخ 12/2/2013 ويعني تأسيسها ب 12/2 وتاريخ تسجيلها ب 13/2. الواضح انه الشركتين تاسسوا وتسجلوا مع بعض. هلا على كل حال اذا ضاعوا المشاهدين نحن حنرسم لهم تايم لاين، خلينا نشوف التايم لاين. تايم لاين ترتيب الاحداث، ترتيب الاحداث بالموضوع، متوقع يعني الموضوع معقد منه سهل. تايم لاين هذا السياق الزمني اذا بدك، تاريخ هيدي اول اتفاقيه 0.8 سنت ب 23/3/2012. اوكي بيرجع بتصير 5,650,000 دولار ب 27/6. إذا في اتفاقيتين من هول الاتفاقيات قبل توقيع العقد ب 13/7. أوكي تاريخ التعهد بالدفع، تعهد بالهاي الاتفاقيات الهلمية اللي عم نحكي عنها كمان 3/1/2013 هو بعد توقيع العقد. بعد توقيع العقد بعد ما في شركة لهون؟ بعدنا هون ما في شركة. أوكي بس هون توقع العقد، يعني صاروا ما في شركة بعد لهون. الشركة بشهر 2. أوكي تأسيس الشركة إيسي، هيدا يعني مؤشر واضح انه في هيدي الاتفاقيات الجانبيه كانت مربوطه مباشره بالعقد، ومنلاحظ كانت نسبه صارت مبلغ وبلش يقل من بعد ما توقع العقد، بلش ينعمل براءات ذمه. وعلى كل حال بس لهون العالم اذا وحقكم تشككوا وتقولوا لا وما يمكن اتفق، وعن جد استشاري بيئي وقدم لهم استشارات بيئيه ب 5,000,000 دولار، حقكم هذا النوع من النقاش عملته انا وهادي، وصرنا نساله ونكسر راسنا ونقول الا ما يكون وكذا وهيك. هلا بنشوف شيء 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 يعني حنقدم لكم شو الديفينيشن تبع تركيب الطرابيش اذا حدا عنده بالبدايه، يعني هذا الوبستر شو يعني معجم، شو معجم التركيب الطرابيش؟ هذه الطرق تدرس يعني. لا لا هلا بس حتشوفوا. رياض بال 2017 وقت نشأ بالخلاف رفع فاضل رعد دعوة أمام القاضي إليان صابر بالمتن، الغرفة السادسة بالمتن. هلا هي الدعوة مدنية يعني لا تحمل كثير، يعني إنه ما عندها صلاحياتها وما بتحول عن النيابات العامة القضاء المدني، ولكن رافعين لك الجرأة وين؟ لك الثقة إنه القضاء هو صندوق بريد للمراسلات والابتزاز بيناتهم، رافعين دعوة على بعض انه انا بدي منك هاي العمولة لقاء اعمال استشارية. هلا حنشوف برد بيقول له انت ما اشتغلت لي شيء، بيقول له دفعت لي، بيقول له ما دفعت لي، بتطلع الشركة بتقول لهم ما قلنا علاقة بالموضوع كله، شركة كارادينيز. كارادينيز خلينا يعني امام كل هيدي اللي جمعناه تواصلنا مع السيد فاضل رعد كبداية لنسأله عن هيدي العقود وعن الدعوة اللي رافعها على السيد رالف فيصل، خلينا نشوف شو كان رده. الاتصال. الو. الو مرحبا. مرحبا. السيد فاضل رعد. اي نعم. معك هادي الامين تلفزيون الجديد. كيف صحتك؟ ماشي الحال. استاذنا عندي سؤال صغير بيتعلق بدعوة قضائية رفعها حضرتك على رالف فيصل بخصوص عمولة بموضوع الكارادونيز البواخر التركية. هاي لقاء شو هو الأموال اللي مطالب فيها حضرتك بالقضاء من رالف فيصل على يعني البواخر التركية؟ أصحاب الدعوة كلها وراء. هلا أنا عندي يعني عندي تفاصيل الدعوة بس الواضح إنه هيدي شو يعني أعمال استشارية، بشو عملوا أعمال استشارية حضرتك؟ لا
موجودة بالتعاون. لا ما واضح. بس منك بدك ليك إذا بدك بعطيك رقم المحامي وبسجل لك عليها كلها. اوكي بس انت ما عندك فكره شو هي الاعمال اللي مقدم له اياها لماخذ؟ ماشي موجوده بالتعب وعندي فكره وبعرف. اوكي بس اتمنى منك تحكي مع المحامي ويفسر لك هذا. انت اخذت مبلغ منه المصاري ولا لا؟ لانه هو بإفادته بيقول يعني بالكتاب اللي رفع لك اياه بيقول سدك مصاري دافع مبلغ ما بتستحقه حضرتك. سيدي الكريم شو اسمك؟ هادي الامين تلفزيون جديد. أهلين أهلين. أنا على فكرة أنا زبون تلفزيون الجديد أكثر واحد. زبون؟ يعني شو زبون يعني أكثر مشاهد. الله يخليك. يهمني أنا أنه يعني هاي مثل باب سمسرة كان على ملف البواخر، يعني شو الدور اللي كنت عم تلعبه حضرتك؟ أكيد مش سمسرة. أكيد مش سمسرة. بس لك ما كمل أسئلة معي، بتحب بعطيك رقم المحامي بجاوبك على كل الأسئلة، حقول لك أكثر من هيك، أسئلتك اللي عم تسألها موجودة بالدعوة كلها. موجود اللقاء شو موجود اذا دفع لي او ما دفع لي موجود هو لا لانه هو لا معفوا انت بتقول ما قابض شيء هو بيقول دافع لك واموال غير مستحقه لحضرتك استاذ هادي في مرحله بيقول ما دفع لي وما له علاقه فيني ولا بيعرفني باول اجنبه بعدين بيرجع بيقول ايه ما هذا على قد هيك انا عم بسالك هو دافع ولا ما دافع انت يعني عم تحيلني على المحامي بس انا حيخبرك اياها بالتفاصيل يا استاذ اوكي فينا ناخذ منك مقابله هذا الموضوع بدي اقعد انا وياك إذا هون السيد فهد الرعد الطرف الثاني في الاتفاقية الهلامية بينه وبين السيد رالف فيصل عم بيقول لك إنه لا مش عمولة وعم بيشدد على هذا الموضوع كله مذكور بالدعوة وتعا بعطيك الملف وبعطيك مقابلة بعطيك مقابلة واثقا يعني شو مدرقا طريقه واثقا من نفسه زلمة ما عنده شيء هلا نحن بس قال هذا الشيء شوقنا يعني قررت انا اروح لعنده لنشوف كامل الملف اللي هو مخفي من القضاء يعني من ادراج القضاء ومحطوط يعني يمكن ببيت القاضي يكون بس قبل ما نفوت بتفاصيل القعده عنده خلينا نسمع يعني الوزير جبران باسيل شو كان قايل لا لا هيدا مش حل هيدا بكون هيدا بكون عملت كذبة على الشعب اللبناني لا بتقول حل مقت لا يعني فيها تكون خطة وقتية لا حتى كانت خلصت مش هاي مش خطة هيدا مسخرة يعني مسخرة بكرة نعمل كونترا منجيب بنوقفهم بينبسطوا الناس انه هاي وقفنا بواخر مش بدنا كهرباء انا ما بعرف اكذب على الناس مسخرة ولا انا ولا انا انا كمان ما بعرف اكذب على الناس صراحه يعني ومن ضمن هاي انه ما اللي ما بقدر اعرف اكذب عليه انك انت كان رايك شيء وبعدين صار رايك شيء لا هو معه حق رياض بين انه مسخره يعني هلا اللي شايفينه وعم يصير بالقضاء وهالعقود الموقعه وهالدفع الاموال هذا المسخره بعينه يعني مسخره اكثر من الشعب اللبناني ما في هو بس شتان ما بين جبران باسيل 2008 وجبران باسيل هلا خلينا نرجع خلينا نرجع للقعدة عند سيد فهد الرعد رحت أنا بناء على طلبه لسيد فهد الرعد على أساس استلمنا ملف ويعطينا مقابلة وبعدها بيعطينا مقابلة بيوضح فيها كل شيء بتفاجأ أنه كان السيد فهد الرعد في شخص اسمه جاد وأنا وفي الرباعي هو الشخص الرابع الشخص اللي كان يحمل رباعي انت بتعرفه اكيد اللي هو مواطن اللي هو مدني شخص مدني بس معه خط رباعي قصه قديمه معي من قدام بس وقتها هذا لا يؤكد ان احنا منصفين نزلنا وكنا عم نحقق قضيه معينه تتعلق بمرملي لداني خوري على الاوزاعي بدنا نفوت مين كان داعمها وقديش هن يعني على نقيض بالسياسه قديش على نقيض بالسياسه نزلنا ابرز المستندات انه بوقتها فرجونا انه القضاء الحكومه مددت له بوقتها يعني ما كان مخالف القانون وبالتالي نحن سكرنا على الموضوع بوقتها الشخص اللي بيحمل الخط الرباعي كان ومفاجاه السهره هو السيد حسن امهز فبتفاجئ انا هناك انه السيد حسن امهز قاعد سالته للسيد فهد الرعد انه الشاب انه المحامي قال لي لا صديق العائله قلنا له منيح يعني صار يفوت معي بالموضوع انه شو عندك دليل يا سيد فاضل انك انت ما قبضت مصاري بيقول لك خليه يثبت انه دفع لي هلا بصير ياخذك في تبييض اموال يعني انه خليه يثبت كيف دفع لي طب انت ليه عامل له براءه ذمه وهلا حنشوفها
بيقول لك انا عندي دليل. توصلت بالقعده رياض انه في اتصالات مسجله مع السيد فاضل رعد بصوت رالف فيصل يتحدث فيها عن عمولات دفعت لسياسيين ووزراء وشخصيات كانوا معنيين مباشرة بهذا الملعب. على ذمة، خلينا نوضح نكون واضحين، على ذمة ما يقوله فاضل رعد عن رالف فيصل، يعني عن رالف فيصل وقاله حسن أمهز اللي كان موجود بالقعدة، وكنا عم نقول له اخي اعطينا هالدليل وطلع بمقابلة يقول مين دافع وانه انت ما قابض مصرياتك. مظبوط. يشد السيد حسن أمهز اللي هو فعليا فايت هلا بالوساطة بما انه في دعوة قضائية، ماخذ الاتصال من السيد فاضل رعد ورايح ما بعرف اذا عم يبتز فيه، قايل له انا بحل لك اياها على النص. والسيد حسن أمهز يعني احنا هذا لا لا هيدا حكي انا موثق معي، هيدا الحكي موثق. يعني نلعب في جلسة ساعة و43 دقيقة و17 ثانية نحكى فيها حكي لازم يوصل للقضاء طبعا، وهذا الحكي هو ثلاث اشخاص، ثلاثتهم معهم التسجيلات كانوا وثلاثتهم قرروا انه ما فينا نعطيهم. خلينا نكون دقيق، قالوا انه معهم التسجيلات وقالوا ما فينا نعطيه لانه كيف ما نحصل مصرياتنا، يعني التسجيل يستعمل للابتزاز في هذه المرحلة. وهذا كان طبعا رد الطرف الاخر بتلميحات انه عم يجربوا يبتزونا وهو عامل براءة ذمي، وانه هني بركي فكروا انه بركي بيقدروا يستخدمونا ليبتزوهم كمان، فنحن مشان هيك عم لوقنا لانه ما بنقبل يصير هذا الشيء. نحن هدفنا بس خدمة الصالح العام، لن نقبل او نرضى بانه حدا يجرب او يفكر حتى تفكير بانه يستخدمنا للابتزاز، مشان هيك عم نحرق لهم المراكب كلياتها. لا لا انه هم متوقعين بعد انه بعد ساعه، كل شوي بيقول له بعد ساعه ندفع لك حاجب لك المصاري وجاي. خلينا نشوف مين هو السيد امهز، بنشوف فيديو امهز شباب. طيب بطلع، ما نحن جايين نسالكم سؤال عن المشروع. على نحن في ناس قالوا لنا انه هذا المشروع المفروض يكون واقف، خلصنا من شي شهرين، عندنا تحديد اليوم اخر يوم. ايه اليوم اخر يوم. هلا هو مين الشركة المستلمة المشروع؟ داني خوري. داني خوري وين هو؟ هلا بس هو ما تشرفت بحضرتك. مين؟ حسن أمهز. حسن أمهز، يا هلا تشرفنا. أنت المستلم المشروع هو متعهد. نحن متعهدين من يعني نحن منشيل من بعد ما يشفط هو من الرامل منشيله. أوكي، طب وين المستشارين هذا؟ أنت عم تشتغل شغل. إيه مظبوط يا أبو علي. أنت موظف. إيه. نحن موظف. وأنت موظف. أوكي. هلا أنا قلت له ما يصور عم يصور، كسروا الكاميرا إذا بضل. لا يا أبو علي. اسمعني اسمعني اسمعني. أنا احترمت قولك، أنا قلت له ما يصور. عم بيصور، إذا بده يضل يصور بدي كسر لك الكاميرا وسجل وما في رأي. يا أبو علي. أنا ما عندي شيء أنا. شو شفت الدكتور؟ عنده النبض بيهدد، هو اخذ لسانه دائما. لا ما هو بيسالك هون شو شفت انت. انا حقول لك شو شفت. السيد امهز بالقعده هلا انا بس عرف عن حاله، وكنا عارفين انه عم يتدخل بالملف. اذا مفكر حالك يعني طرقت جديد على الموضوع، نحن راصدينك كنا وعارفينك فايت بالملف وعم تفاوض فيه وعاطي وعود. ف بيقوم بينزعج، قلت له مش حضرتك اللي كان معك رباعي يعني وخبرية الرباعي مشهورة، اعتبرها تهديد. من بعدها مش اعتبرها تهديد، هو انه انزعج، قال انه اعتبرته قال هو يعني حدا بلا اخلاق، انه وصفته انه معه الرباعي اللي هو لازم يكون مع عسكريين، هو كان مدني وانه كان من اصحاب النفوذ وراكب بالتركيبة. بس اللافت جدا انه السيد امهز عم يحكي باسم الحاج وفيق، هو عم بيقولها بصوته يعني. ومن بعد القعدة بلغنا انه اتصل هو، وصلنا يعني بعت لي رساله انه هاي ما حيمرقها. لا دخيلك مرقها يعني عم برجف. انه هو من بعد القعده اتصل بالحج وفيق وقال له الحج وفيق صح رياض الحج وفيق امام سألت على الموضوع، وقال له للحج وفيق انه انا هتيته بالرباعي وانه هو ما حيمرق لي اياها. بس ما عرفنا اذا قال له للحج وفيق انه هو شو كان عم يعمل هونيك، قال له للحج وفيق شو الاتصال اللي هو معه اياه. هلا اخر همي شو قال له صراحه يعني، اخر همي اذا هو في يهددنا فيه هددنا. لا مش يهدد، ما يهدد بس لانه هو فايت بالسمسره باسم حزب الله. هو يهددنا فيه هددنا فيه، مش اخر همي. طيب بعيدا عن السيد امهز، كان لابد من الاتصال بالسيد رالف فيصل. خلونا نسمع الاتصال بالسيد رالف فيصل. مرحبا. أهلا استاذ رالف فيصل. مين معي؟ معك هادي الأمين، تلفزيون جديد.
نعم أهلا أستاذ رالف، بدي أسألك بس بموضوع في دعوة قضائية على حضرتك وعلى شركة كارادونيز من السيد فاضل رعد بموضوع عمولة مقابل أعمال استشارية قام فيها لحضرتكم. لا هيدي ما في شيء منها، ما في شيء منها، بس في مستند حضرتك موقعه لصالحه قايل له بتاخد 0.08 سنت عن كيلو كيلووات في حال تم توقيع العقد ورجع عامل له مستند. بحال إذا أعمال بيئية، إذا قام فيها، إذا قام بأعمال بيئية؟ نعم، إذا في قام كان عملنا دراسات للبيئة هو بيشتغل شركة بيئية ويعمل أشغال بيئية. عامل هو دراسات وعملنا براءة ذمة ومنتهية. عاملكم براءة ذمة، بس أنتوا كيف يعني كيف عامل دراسات بيئية قبل ما توقع العقد الشركة مع الدولة اللبنانية؟ هو إذا بحال قام أعمال بيئية. بس أنت ما قايل له أحلى بعدين خيي هيدي مبادرة. تفضل الله يخليك. انا لانه هلا برات لبنان في ناس بترجع ايه بس اوكي بس بدي استفسار صغير بس يعني بعد انه يعني هي تعتبر اعمال بيئيه كلفتوه فيها قبل ما توقعوا العقد مع شركه كارادونيز وانت دافع له اموال لانه بالقضاء بتقول دافع له اموال. نعم انت دافع له اتعابه لانه بالدعوه القضائيه حضرتك عملنا تسويه على الموضوع أوكي. لانه ما رجع صار في شغل اللي لازم يعمله. هذا الموضوع بتركه للقضاء اذا بدك تحكي مع المحامي. بس هي ما تعتبر هيدي عموله على عقد كارادونيز لحضرتك وكيله؟ ابدا ابدا. وفي اكثر من ورقه فيه مستندات جديده بتقول انه 5 مليون و500 الف دولار بيرجع 3 مليون و500 الف. هي كلها ملغات وعامل كلها ملغات. ملغات بس يعني دافع له مبالغ حضرتك. نعم يعني دافع له لما عم تلتغي الورقه لانه ما عامل شيء. بس لما تلتغي الورقه هون بس يعني ما حز اثنيناتهم عم بيأكدوا لا منا عمولة. لا هو هون قال لي عملنا تسوية اخرجها انه نحن عملنا تسوية ومضاري براءة ذمة. بس انا اللي بهمني الاساس انه كلهم عم بيأكدوا انه لا منا عمولة وهيدي خدمات استشارية بيئية. هلا لانه لفرج العالم كيف انه هيدي فالصو. هلا حنثبتها هاي بالدليل القاطع. بس قبل ما نثبتها بعد عنا يعني فاصل اخير وبنرجع للعالم مع التسجيلات الدسمة والدليل القاطع على انه هاي كانت تركيبة ربيش يعني شيء وهم بائع الوهم. بعد الفاصل. نعود مع هذه الحلقة في يسقط حكم الفاسد في موسمه الثالث تحت عنوان وينتر از هير، العاصفة ها هنا. تفضل سيد هادي. بالاتصال اللي سمعناه مع سيد رالف فيصل هو انقطع الخط وما وصلنا معه لجواب فرجع دق يعني للأمانة. خلينا نسمع كمالة الاتصال معه. ايه استاذ رالف ما تأخذني أطعم. لا ولا يهمك. على كل حال هيدي تصدق إذا بتحكي مع المحامي. لا بس أنا بدي منك حضرتك شخصيا لأنك حضرتك وكيل يعني الشركة. صراحة عم تحكيني بموضوع عند القضاء هو اللي دافع دعوة. بس أنت دافع له مصاري، أنت عامل له ورقة دافع له مصاري للزلمة؟ أخي الله يخليك. إيه ولا لا؟ يعني يا دافع يا مش دافع. يعني إذا دافع دولار أو 10 بس دافع ولا ما دافع؟ بس الله يخليك يا أستاذ هادي. معلش استاذ رالف بس ما هو سؤال كتير واضح يعني اذا دافع مصاري لازم تقول واذا مش دافع لازم بيكون عم يتبلغ الزلمه بس لنفهم الحيثيه يعني دافع له انت اموال على شغل ما قام فيه عم تقول يا استاذ هادي معلش ما تفوت من هذه الشغله استاذ رالف هيدا موضوع حساس بتعلق بصفقه بواخر فوت حضرتك انت والاستاذ سمير دومت على البلد كيف يعني موضوع بتقلب القضاء حبيبي شو يا حبيبي يا استاذ كيف 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 ماضي له ورقه كيف ماضي له تعهد قبل ما تعمل الشركه بلبنان يعني انت كيف دافع مصاري قبل ما تمضي العقد؟ هون اضطر يقطع يرجع الخط وما يرجع هلا هالمره قطع بس الواضح انه تيناتهم انه لو في شيء واضح اصلا طبيعي تجاوب اخي عم نسالك سؤال اذا دافع مش دافع في عقد ولا ما في عقد الواضح في سمسره في عمولات لا بموجب شو دفع له تخي دفعت له او ما دفعت هو هون هلا النقاش عندنا براءه الذمه خلينا نشوفها لانه بالقضاء السيد رالف فيصل بيبرز هيدي براءه الذمه وحنشوف هلا التناقض بحكياتهم بالقضاء هاي براءه الذمه
عامل له اياها فاضل رعد انه ابرئ ذمتي يعني وبصفتي ممثلا لاي شخص معنوي كمان لانه عارفين شو كاتبين بالورقه هن وتاريخها بعد توقيع هالعقود. هلا بروايه فاضل رعد بيقول انا كنت عم بعمل له الورقه ليجيب لي المصاري من اورهان كارادينيز. اوكي فسمعنا الطرفين شو عم يقولوا. هيداك بيقول ما دافع لي ورقه كارادينيز. شو قالوا كارادي؟ خلينا نشوف الالفيويات بالقضاء. فاضل رعد الانذار اللي بعته اول انذار بعته فاضل رعد للقضاء هيا مرسل بواسطة كاتب العدل في بيروت سيد فاضل رعد سيد رالف فيصل. اوكي وبعد فشل الوساطات لا سيما المساعي التي قام بها وسيط معروف يعني كانين مدخلين قبل حدا بالوساطه ذاكرينها بالقضاء عم يبتزوا بعض بالقضاء وبما أنكم على علم بأن العقد الموقع مع الدولة والذي بنتيجته سددت نسبة 22% كدفعة مقدمة لتوليد الطاقة يعني ذاكرين أنه هاي المصاري اللي اندفعت قبل بموجب ال 20% اللي حكينا عنها أنه جبران باسيل قال لهم حطوها بوقت وبيقول له لسنا على استعداد للتنازل عن أي من حقوقنا وبيرجع يعني بيقول له أنه هيدا الإنذار هو بمثابة إنذار أخير وبعدها يعني هول المستندات موجودين بالقضاء وحنصير بمطرح تاني يعني في حدا عم يخاطب بصيغة عالية اللهجة هاي اللي بيقوله فيها بيكشف الفساد السابق واللاحق لل 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 هاي اللي بيقوله فيها وبما أن زعمكم بوصول مبالغ لنا لا يرقى إلى مستوى الجدية أي يعني وفي حال تبين دفع أي مبلغ نقدي يتعذر ذلك لأن استلام أي مبلغ نقدي هو جريمة تبييض أموال يعني عم يبرر أنه أنت استلمت النقد جريمة تبييض أموال بس في محل بيقول له فيها جايين له جايين فيه جايين له. هلا حنشوف الرد للـ VO اللي بعده من رالف فيصل لفاضل رعد شو بيقول له فيه بيقول له يعني نلفت موكلكم إلى الإنذار الذي وجه إلينا وبيقول له هلأ هون لقد قبض موكلكم أموالا طائلة لقاء عمل غير مجدي. هون رالف فيصل بيبعت محامي اللي هو النائب بطرس دوميت خيو لنائب سمير دوميت وبيقول له أنه أنت قاضيت أموال مبالغ كبيرة وأنت يعني لم تقدم لنا أي أعمال وشغلك ليس ذي منفعة وبيقول له فيما أن كان موكلي قد وقع عقد مع الدولة اللبنانية أو لم يوقع فهذا ليس من شأن موكلكم ولا علاقة له بالأمر فهو مجرد استشاري انتهى عمله منذ وقت طويل وقبض أجره وقبض يعني دفع له كيف دفعت له هو بيقول كيف دفعت له مظبوط بس هون بس أنا عندي سؤال هذه هو كمان مش بفقرة الإنذار في محل بيقول له لم يكن العقد ليتم مع الدولة لولا جهودنا المضنية 100% هذا مين هذا عم بيقول له اياها مين فاضل عم يقول له لا رالف فيصل لا لم يكن العقد ليتم مع الدولة لولا جهودنا المضنية بس قطعت والواضح هذا يعني اللغة الشديدة اللهجة اللي بيختم فيها النائب بطرس دومت بالرسالة الرد على فاضل رعد بيقول له ننذر موكلكم بوجوب عدم البوح بأي سر من الأسرار المهنية المتعلقة بعمل الموكل يا خي شو عم يعمل بيقى عن المريخ يعني شو الأسرار اللي مفاعل نووي كان هو الرواية الدقيقة الموثقة لدينا أنه فاضل رعد باعت له جزء من التسجيلات لرالف فيصل وقال له تفضل حل الموضوع وقت باعت له الإنذار بالقضاء عارف شو عنده عم يرد عليه وأنه ما أسحق تفشي أسرار واثنيناتهم عندهم مشكل يكون مدفوع كاش لأنه الطبيط إنه وين مدفوعين بس هيدا الشيء واقع في رالف فيصل ومؤكد أنه هو دفع له أموال وكبيرة بس مع ذلك هذه في هون واحد ممكن يطلع ويقول لك أنه هيدا فاضل رعد عم يتبلاهم وانه القصه كلها انه مزبوط هو استشاري بس ما اشتغل شغله كرمال هيك دفع له ما دفع له كذا انا هلا بدنا نبلش بمقطع بس انا بدي الفت شغله التناقض بين اثنين في رد شركه كارادونيز يعني هن لانه الدعوه على الشركه وعلى رالف فيصل اوكي شركه كارادونيز بتاكد انه ما وصل اي دراسات خلونا نشوف دراسات بيئيه اي دراسات التي يقول انه اعدها الموكل
وسلمها للسيد سيد رالف فيصل. وببعض الردود تتبرى منه للسيد رالف فيصل، يعني بتقول منه موكلنا وما مفوضينه بالتوقيع عن الشركة، علما أنه توقيعه موجودة بالدولة اللبنانية، وهو يعني بيطلع بإطلالات وبجولات على الباخرة ومع الوزير جبران باسيل بالرد تبع شركة بالرد تبع شركة كارادينيز، يعني عم يتبروا منه وبيرجعوا بيقولوا له ما وصلنا أي من الدراسات اللي البقية اللي يفترض انعملت. يا الله مهم. اخ شو بدنا نصير هلا؟ هلا خلينا نرجع، هلا شفنا رالف فيصل، خلينا نرجع لعند سيد فاضل رعد، لانه نحن قبل ما نكشف قصه الشركه حنكشفها بالاخر، قصه الشركه اللي بتثبت حكما انه هيدي عموله ما في لا اي دراسه لا اي ولا طب. ولا بس خلينا نسمع يعني السيد فاضل رعد، بضيعوا الاسماء رالف وفاضل فاضل رعد من بعد ما رحنا لعنده ما اعطانا المقابلات، ما اعطانا المقابلات، دقنا كنا عم ندقق بالمستندات وعم نشوف الشركات وغير ذلك شو في بالكواليس تبع هيدي الصفقه، رجعنا دقينا له. خلينا نسمع الاتصال. ايه هلا استاذ فاضل. اقبل استاذ. كيفك؟ تمام تمام. جربت احكيك مرتين، عندي استفسار بدي اخذه منك. عم بنتبه انا بالورقه بالمستند معي اللي ماضي لك يا رالف فيصل، في شركه فوق انتل تك. هي شركه البيئيه اللي كنت بشتغل فيها بالسعوديه. الشركه البيئيه اللي كنت تشتغل فيها؟ مش بشتغل فيها، شركه انتل تك انفايرمنت. هي لها شركة انتل تك. بس عفوا انت ما اخذت تفويض بالتوقيع عن الشركة يعني؟ لا اسمعني. انا بالسعودية الشركة انا منها لعلي، لان بتعرف انت بالقوانين السعودية لازم يكون في سعودي هوني. اوكي طب اذا انت مش مفوض بالتوقيع عن الشركة، كيف ماضي معه لرالف فيصل هالاتفاقية؟ مش انا منتبه، هو لما كتب. خليني ارجع عندك هذه، بس اتمنى عليكم ما عم تسجل لي، بس بعدين انتحر. لا انا صراحه هذا الشيء عم سجله، لانه هيدا تدقيق، عم بدق لك اتصال لكل لكم معك كثير صريح. هيدا الشيء كثير واضح له علاقه بهيدي الشركه، عم بستفسر عنه رسميا منك انه هاي الشركه نحن اذا دقينا لها عندها علم بالدعوه؟ لا ما عندها علم بالمشروع اساسا. هيدا كيف مشتغلين وانتوا اذا ما عندها علم؟ يعني كيف عاملين دراسة بيئية باسم الشركة وماضي انت تعهد باسمها ورافع دعوة عم تطالب بالأموال الشركة ما معها خبر؟ لحظة هادي انا اليوم ما مديت، هو حط التايتل حتى هيك، انا ماضي كفادي الراد. بس انت ماضي على المضمون اللي فوق، ماضي انت وياه، يعني هيدا استعمال اسم شركة بغير مكانه. مش لا انت هادي ليك، انا ما بحب اذا بدك تسجل انا ما بدي احكي. أنا اليوم بحكي معك بلا تسجيل. شو اسم الشركة؟ انتل تك انفايرومنت، اللي هو على فكرة، بس خلينا نوضح، خلينا نشوفه للمستند ده انت وعم تحكي. أول LVO شباب، أول LVO لما اللي أعطاكم إياه هادي، يعني من الأول رقم واحد. إذن هون أكد أنه منه مفوض، بس خلينا نوضح أنه نحن هون لما اول شيء افتكرنا انتل تك، افتكرناها لنجيب مئاتي، لانه صح. في شركه لنجيب مئاتي اسمها انتل تك بلبنان، بعدين صرنا نطلع انتل تك انفايرومنت، لقينا انه في شركه بالسعوديه اسمها انتل تك انفايرومنت. هو اللي اكدوا بالاتصال، اللي اكدوا الاتصال. بس شو اللافت كان؟ لا العنوان، عنوان لا شباب، المستند اللي قبله، اللي قبل منه LVO1. لا LVO2، سوري LVO2، بنعتذر. اوكي انتل تك، خليك شو بدك انت، مشغل بالك انتل تك. كيف عرفنا انه هذه الشركه؟ هذه الشركه حاطين لها عنوانها مثل ما عم نشوف، شارع الهندي، عين المريسي، بيروت، لبنان، الطابق الاول. هلا رحنا عين المريسي نسال، شارع الهندي بنايه الهندي، طلع فيه مطعم الهندي، تبين انه اوتيل. هلا بصرف النظر ممكن يكون فعلا في بدايه اسمها الهندي، لا وهو في معلومات، انا حدا حكاني انه عنده شقه فاضل رعد مسجل هيدي الشركه، وهو اقر بالاتصال معه انه ما فوت وياه. المهم بانه هاي الشركه انتل تك انفايرمنت مثل ما هن مسمينها، اول شيء كاتبين اسمها غلط، ثانيا هيدي الشركه انتل تك انفايرمنت اللي بالسعوديه ما عندها مكتب تمثيلي في لبنان، وبالتالي ما في شركه ولا هو مفوض توقيع مثل ما قال لك هون انه يوقع باسمه، وبالتالي هي اسم شركه مدحوشه مستوت ذات، بس انه فيها كلمه انفايرمنت، كاتبين كلمه انفايرمنت بالغلط، بس ليعملوا عقد. اذا عم تسالوا
شو يعني تركيبة ربش؟ فهو انك تعمل اتفاقية عن مشروع بعد ما تلزم وشركة بعد ما تأسست، بين شركة بعد ما تأسست وشركة مش موجودة. هيدا هو تعريف تركيب الطرابيش، دكتوراه في بيع الوهم. هيدا هو صفقة البواخر اللي بتجيب لنا كهرباء بيع وهم. وعكل حال إذا في حدا بعده بده يشكك فينا أنه لا بلا يمكن الشركة له بس هو كذا كذا، خلينا نكفي اتصاله، خلينا نكفي كمالة الاتصال. بس هي الشركة ادعت عليهم لكرادينيل. هلا عم بسألك شادي، إذا بدك تكمل تسجيل أنا هلا هيدا عم بسألك سؤال. تسجيل عندي بقعد بحكي معك هلا، يعني عم بسألك. أخذ حدا يسجل لي صوتي. طيب جاوبت على كل أسئلتك بلا. أنا إلي شخص، أنا بدي أجوبة للرأي العام صراحة، يعني لا يعنيني أنا الجواب لإلي الخاص، لأنه وعدت، لأنه جيت لعندك أنا قلت لي بدي أعطيك وراء الملف وبطلع بمقابله، لا اعطيتنا ولا وجايب شخص وكان في شخص معروف بيشتغل بالبلد قاعد يعني موجود. جيت لعندي وقلت لك الحكي اللي بدك اياه، بترجع تيجي احلى وسهلا فيك، يعني منا مقابله. انت هاي الشركه كيف مقصود ماضي عن اسمك؟ بس تسجيل بحكي معك او بتطلبه. هلا هعتبر انا انه اذا حابب انت تعطينا رد واضح على الراي العام، ناطر اتصال منك. تجي لعندي احلى وسهلا بشوفك. بيجي مع كاميرا تصور مقابله انا وياك؟ لا ماني حصور مقابله. خلص اوكي، اي معلومه خارج ما بدك تقولها للراي العام الي ما بتفيدني. اذا ما فيها مستند حاب تبعت لي مستند باكد اي شيء بدك تقوله ما عندي مشكله. تعال بعطيك المستندات ما عندي مشكله. اوكي قال لي انت ببعت حدا يمرق ياخذهم من عندك، ببعت حدا الصبح يبقى تبعت لي الملف تجي حضرتك. انا لا بصراحه بدي اعتذر منك، يعني مهنيا ما عادش لي اقعد انا وياك بدون كاميرا، انا يعني اول مره بقعد مع حدا بدون كاميرا، لانه هذا موضوع انت لازم عم نواجهك فيه، ما شغلتي اقعد انا مع شخص كمان معروف سمسار بالبلد، يعني واضح وين انتم صايرين هلا، وهذا الشيء حينقال على الهواء، يعني حينقال مين كان قاعد عندك، حينقال مين عم يتدخل بالموضوع، حينقال شو الموعودين، حينقال الشركه كيف مدعي شركه، مدخلين شركه سعوديه بدعوى قضائيه. اول شيء مدندلين السعوديه بالموضوع، شو بدك بالشغل يا اخي؟ بس انا مش هون اللي بيعنيني، انا اللي بيعنيني انه بعد هيدا من بعد ما قال لك بعطيك المستندات، ومن بعد ما انت هون واجهته بانه هيدي الشركه انت حاطط اسم شركه وكاتب اسمها غلط وعم تدندلها وما لها علاقه. جاني اتصال امبارح بالليل منه بالليل ليفاوضك ليفاوض، وهيدا التفاوض هلا صغير هلا في اطول، بس انه بالمقطع اللي فيه باكد شغلتين، اولا انه في تسجيلات معه اياها عم بيبتز فيها رالف فيصل، وثانيا من انه هيدي الشركه فعلا هو ما له علاقه فيها ولا خصها بالموضوع ونحط الدحش، مما يؤكد انه الاتفاقيه اللي معموله هي تركيب طرابيش، ومما يؤكد انه كانت معموله بس كغطاء من اجل دفع عمولات من اجل تسهيل انه يمشوا بالعرض اللي مقدم من شركه كارادينيز، مش واستبعاد العقدين اللي مقدمين من الشركتين اللي مقدمين من شركتين تانيين. خلينا نسمع الاتصال. حطوا لنا الاتصال الاخير شباب. الو عم تسجل؟ هو انت عم تقلي لسالني اذا عم تسجل؟ لا عم بقول لك لحتى قال لك تعال اعطيك الملف كله وبعطيك التسجيلات وحاطلع معك. لا بس اقول لك شغلي هادي من هلا عمل لك اياها. بس انت التك املي اياها تأذيني بالسعوديه. شو بده يحكي بعد الوهم؟ أكثر من هيك فضيحة موثقة بالأدلة وبالتسجيلات وبالوثائق، ومعهم تسجيلات بتأكد تقاضي سياسيين ووزراء بصوت رالف فيصل في شهود عليها وموجودين مع عدد كبير من الأشخاص. بدولة بتحترم حالها بيجوا بيضبوه هلا لفاضل الرعد بهلا بينزلوا بيضبوه وبياخذوه بيقولوا له تعال خبرنا شو التسجيلات اللي معك وشو على أساسها بيحكوا مع رالف فيصل، وإذا كان هو عم بيتبلّى إذا عم بيتبلّى لرالف فيصل بأنه ما في تسجيلات خليه يطلع ما في شهود أمهز كان موجود. لا لا شو بدي كلهم سامعين إنه في تسجيلات أصلا. صرف النظر أنا بقصد إنه هو بعيدا عن التسجيلات نحن عنا
اتفاقية وهمية بين السيد رالف، أنت يا سيد رالف فيصل يلي حضرتك ممثل لشركة كارادينيس، كيف بتوقع معه عقد مع شركة وهمية؟ أنت التك انفايرومنت، تعرفوش تكبوا كلمة انفايرومنت وحاطين قد شو بعرفونش هالحركات أنا اللي بكون تعملوا تهرب ضريبي، وعادة هو بيعملوهم بالتهريب الترانزيتارية، جايين تعملوا عقد كامل بتقول له خدمات استشارية بيئية، وهو الزلمة دارس بزنس ودحشين شركة ما لها علاقة بالموضوع لا من قريب ولا من بعيد، ودافعين اموال، وهيدا عقد يعني هيدا لشخص فاضل راعد ما له ولا اي توقيع بالملف، اذا هيدا اللي ما خصه اللي ما ماضي اللي ما مشارك مزبوط اخذ 5.5 مليون دولار، كيف اللي ماضيين او واعدينه بخمسة مليون لا لانه قديش دفعوا له مش يعني متفقين معه على 5 مليون وشوي، اصلا شو هالاتفاقيه الاثر البيئي اللي بدها 5 مليون دولار يا اخي؟ والله ما عم بفهم انا، يعني كاينين بدهم يبدوا مفاعل نووي وعم بيشوفوا كيف بيأثر يعني على اللي حوالينا مثلا، اصلا التفتيش المركزي مصادم هادرونات يعني كانوا عم يبنوا منا باخره بتيجي بتصف وخلصت الخبريه. لاجزم لك بعض في الفي او التفتيش المركزي بيقول انه في شركه هي اللي كلفت الارض، هي اللي كلفت وعملت دراسه باي وقتها يعني. طيب خلينا نشوف اخر مستند اللي هو رد رعد بالقضاء الاخير، هذا اخر رد اللي عم يهددوا فيه بالتوجه للنيابه العامه الماليه، خلينا نقرا سوا اخر ال في او. هذا موجه لشركه كارادونيز ولرالف فيصل، يعتمد المدعى عليه اسلوب المماطله والتسويف وكسب الوقت، ولا نزال نتحلى بالحلم والصبر الذي نفذناه، سنقوم بتقديم المستندات التي يعرفها جيدا الى المدعي العام المالي الدكتور علي ابراهيم ليصار الى فتح تحقيق لكشف الفساد اللاحق والناتج عن العقود الموقعه مع اورهان كارادونيز. هون عم يهددوا رسميا لانه القضاء المدني ما له علاقه بهيدي الدعاوى انه حيروح فيها عند المدعي العام المالي. انا هون الرئيس علي ابراهيم ومدعي عام التمييز كمان يعني اذا الرئيس علي ابراهيم وانا بعد شغلي بدك تفاجئ رئيسي غدا عم يتهموك يا رئيسي انه انت بتفوتي بملفات بس ضد العونيه، ما مثل هدى سلوم وغيره، هدى سلوم موكله بقول وقفتيها لانه اخذي هديه برات. هول 5 مليون دولار بتسجيلات مورط فيها يعني قرطه كانت داير اللعبه بالبلد، تفضلي تحركي وخلي مدعم التمييز هيدي الحلقه بمثابه اخبار. لن تجرؤ غادة عاد، لن تجرؤ شو بدها تدق بملف مربوط بجبران باسيل، لن تجرؤ على فعل ذلك. نشوف شو موقف الوزير جبران باسيل واحد، وشو موقف وزراء الطاقه اللي بعده، وموقف الرئيس سعد الحريري بملف بوزاره بعقد عمل وقت ما كان جبران باسيل، لن تجرؤ على فعل ذلك. لحتقول لك انا ما عندي الصلاحيه المكانيه، شلحني يا غسان عويدات، خليها خليها